قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الدروس المهمة جدا لطلاب صف خامس أسئلة نهاية الوحدة اللي هي 2-8 تحقق من تقدمك. دي يعني بتدي معلومات جميلة جدا، لازم ننتبه في مذاكرتها وفهمها. بيأتي منها أسئلة في الاختبارات القصيرة، وبيأتي منها أسئلة في الاختبارات النهائية. السؤال الأول عبارة عن ألف وباء وجيم ودال وهاء، هنحلهم مع بعض كده. ما اسم العملية التي تنشر فيها النباتات بذورها؟ العملية اللي النبات بينشر بذوره، ما اسم هذه العملية؟ أحسنتم، انتشار البذور. العملية قولوا معايا، انتشار البذور، انتشار البذور، انتشار البذور. لماذا تعتبر هذه العملية مهمة؟ ليه؟ حتى يتسنى للبذر أو للبذور الانتشار بعيدا عن النبات الأصلي، ويتوفر لها مساحة كافية وماء كافي وضوء كافي، وتكون نبات جديد. يبقى هذه العملية مهمة حتى يتسنى لها الانتشار بعيدا عن النبات الأصلي. ليه بعيدا عن النبات الأصلي؟ ليتوافر لها مساحة كافية وضوء وماء كافي. السؤال جيم، اشرح ثلاث طرق تنشر الحيوانات من خلال البذور. تقوم الحيوانات بنشرها من خلال البذور، ممكن عن طريق الفضلات، عن طريق حملها على الجسم، ممكن عن طريق الفراء. بدي ثلاث طرق ممكن ان الحيوان تنشر البذور. ان هي بتاكلها، ممكن تقول الفضلات، او ممكن تاكلها ثم تخرج من خلال الفضلات، او حملها على الجسم ودفنها، او الفراء في مكان بعيد، او اكلها في عندك اكلها، والقاء البذور بعيدا. ان هي تاكلها زي ما تكون ثمار كبيره، بس ما بتاكلهاش، بس بترميها وتركها ايه بعيدا. ده كيف تنتشر البذور في الصورة؟ طبعا دي واضح عن طريق الرياح، لأنها تحتوي على جناحين، تحتوي على يستعد على الطفو في الهواء، لاحتوائها على جناحين تساعدها على الطفو أو الطيران في الهواء. واضح جدا. لودي سؤال مهم، إن البذة دي بتنتشر عن طريق الرياح لاحتوائها على جناحين بتساعد على الطفو في الهواء أو الطيران في الهواء. ده طبعا عن طريق الانشقاق، هنا عن طريق الانشقاق واضح، حيث يجف قرن البذور وينفلق طاردا إياها في الخارج، حيث يجف القرن وينفلق ويطرد البذور في الخارج. اذكر طريقة واحدة أخرى يتم فيها انتشار البذور. ممكن عن طريق الماء، يعني ممكن أيضا من الطرق عن طريق الماء، مثل جوز الهند بيتم عن طريق الماء والمنغروف. مثال اهو، اعطي مثال. يبقى طريقة اخرى اللي هي الماء، وبذور ممكن تتم عن طريق الماء اللي هو جوز الهند والمنغروف.
طيب يمثل الرسم الزهرة ناقصة الأجزاء، أعد رسم الزهرة وأضف الأجزاء الناقصة على القائمة بالشكل اللي قدامنا ده. نحاول اللي احنا نركز في رسم الزهرة. زهرة ناقصة إعاد الرسم الزهرة وأضف الأجزاء، عاوز الكلام ده ترسم على الإيه؟ على الزهرة. طبعا أنت ممكن نرسمها هنا وخلاص في مكان يعني كده، ونخلي مش شرط يعني اللي احنا نتابع هذا الشكل بالظبط. اهو هنرسم فيها هنا الحاجات ديت، وهنا هتكون البويضات اهي، هنوصل الميسم، المبيض، المتك، السبيلة اللي في الخارج ده هنسميه خيط، والسوداء بتمثل دي ودي، يبقى احنا كده سمينا جميع الأجزاء على الزهرة. شكل تاني سريع احنا بنحب نرسم بالشكل البسيط ده، هو برضك اهو يكفي هذا الشكل، جميل جدا وبسيط اهو. الأولى دي سيبيلا، التانية دي بيتيلا، دي خيط، ده متك، الاتنين دول مع بعض بنسميهم السوداء، دي بويضة، ده وده، اللي تحت ده مبيض، اللي فوق ميسم، قلم، واللي فوق ده ميسم، والتلاتة دول بنسميهم قربلة. ما أجزاء زهرة تكون البذور. خلاص ما أجزاء الزهرة التي تكون البذور؟ البذور بتتكون في المبيض، طبعا المبيض بيساعد، وحبوب اللقاح والمتك دول أساسيين، أو القربلة والأصدية اللي بتساعد في عملية التلقيح ثم الإخصاب. يعني بيحدث هنا برضك ممكن نقول البويضات أفضل، يعني الجزء اللي بيكون البذرة أساسا هي البويضة، باء 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 بنحفظها كده. العملية تكون فيها البذور بنسميها عملية الإخصاب. أين تحدث هذه العملية؟ طبعا بتحدث في المبيض. يبقى اللي بيكون البذور نكتفي بكلمة البويضات، البويضات بنأكد. طبعا بتكون من المبيض والمتك أو القربلة، هما اللي بيكونوها، بس الأجزاء في الزهرة الأساسية اللي هي البويضات. السؤال ثلاثة، صورتين لزهرتين أهم ألف وباء، ما الزهرة التي يتم تلقيحها بالحشرات؟ طبعا واضح إن هي هتكون الزهرة باء. السبب ان البتلات زاهية وذات رائحة، يبقى لها بتلات زاهية ولها رائحة او رحيق، دي اللي بيدل على انها حشرات، والرحيق هو سائل حلو المذاق. اقترح اسم حشرة لتقوم بهذا، مثلا النحل او الفراشة أو الخنفساء، تمشي التلاتة بس النحلة أكتر والفراشة. اللي بيتم تلقيحها بالرياح ألف، لأنها غير زاهية وخفيفة،
يعني خفيفة وسهلة الطيران، سؤال 4، رتب هذه العمليات وارسمها في مخطط. طبعا أول حاجة بيبقى عندنا الإنبات، بعد ما تنبت بيحصل النمو، ثم التلقيح، بعد التلقيح بيحدث إيه؟ الإخصاء، بعد الإخصاء بإنتاج البذور، بعد إنتاج البذور انتشار البذور، ثم بترجع الإنبات بهذا الشكل، دي بنسميها دورة الحياة. يبقى إنبات البذرة ثم تنمو لتكون نبات، بيحدث تلقيح ثم بيحدث إخصاب، تنتج البذور ثم بتنتشر الإيه؟ البذور. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد. دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة، الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن إحنا نربي جميع رغباتهم.